مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف، وحلقة جديدة وصفحة جديدة. شكرا لينا لتقديمك المقدمة والأخبار. أنا مع حضراتكم في الفقرتين اللي فيهم ضيوف. الفقرة الثانية ناخد فكرة عنها كده سريعا، إن الفقرة الثانية بتتكلم عن العشر مشاريع قومية اللي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من كذا يوم في محافظة دمياط، من ضمنها طبعا مدينة الأساس في دمياط، وفي نفس الوقت مشاريع خاصة بالطاقة الكهربائية، مشاريع خاصة بالإسكان الاجتماعي، مشاريع خاصة بميناء دمياط، مشاريع خاصة في فندق كان 5 ستارز، مشاريع خاصة بالصرف الصحي. كثير من المشاريع الحمد لله تم افتتاحها من كام يوم كده في مدينة دمياط، وزي ما أنا قلت هم 10 مشاريع. بس حضراتكم النهاردة هنركز أكثر وأكثر على المشروع الخاص بمدينة الأثاث، وقد إيه مصر مهتمية بأن هي الأثاث بتاعها ممكن صناعة أهالينا في دمياط، هذا المنتج ممكن بإذن الله تعالى نقدر نصدره أكثر وأكثر. هو أوريدي بيتصدر، ولكن عايزين نوصل للعالمية زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول في خلال الافتتاح، إن احنا ياريت نحلم وأهل دمياط يحلموا بأن احنا نوصل للعالمية. هنعرف أكثر وأكثر وهنتناقش مع ضيفي أكثر عن هذا الموضوع، وهيكون في الفقرة الثانية مع ضيف الأستاذ عبد الحليم العراقي نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات. أما الفقرة الأولى وهي ضيفي، حضراتكم دائما يوم السبت بتحبوا تتصلوا بينا على الهواء مباشرة، تحبوا تسألوا أي سؤال للدكتور، وهنتكلم النهاردة الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. منورنا يا فندم. نور سيادتك. حضراتكم ممكن تتصلوا على الأرقام اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة، المخرج هيحطها حالا. وحضراتكم النهاردة احنا بنحاول نتكلم عن موضوع الأمراض اللي ممكن تصيب الجلد أثناء فترة الشتاء. حضرتك احنا ابتدينا نخش على الشتاء واحدة واحدة، مع ان اليومين دول شوية دفى يعني مش ساعة قوي يعني، لكن الفترة اللي جاية ان شاء الله بقى اواخر 12 و1 و2 هنخش على الشتاء بشكل اكثر واكثر. ما هي الامراض اللي ممكن تصيب الجلد في الشتاء في الايام القادمة؟ لا على فكرة هي من يوم الثلاثة هتنزل جامد، يعني يوم الثلاثة الجاي ده؟ يعني مؤشرات الأعمار الصناعية كلها بتقول 18 العظمى. 18 عظمى يعني معناها هننزل خلاص نازلين وتبقى الصورة 11 وكده. فلا البرد. وكمان لما بيكون في هواء بيدي إحساس بالبرد أكتر. نعم. ده بيخلينا نتكلم فعلا زي ما تفضلت وذكرت إيه المشاكل اللي ممكن تبقى يعني تأثر على الجلد. نعم. أول هذه المشاكل دي كلنا يمكن بنلاحظها موضوع جفاف الجلد. كتير قوي ناس تشتكي خصوصا السيدات السؤالين الكبار انه في فتره البرد بيبقى الجلد جاف جدا، سواء بقى في الذراع او الساق او القدم او الايدين، وده الحقيقه نتيجه انخفاض درجه الحراره اللي بيحصل. طبعا احنا الجلد بياخد التغذيه بتاعته سواء من معادن او فيتامينات عن طريق الدم، الشعيرات الدمويه اللي جايه الجلد اللي هي متفرعه من اوعيه دمويه بتنقل الدم ومعاها الفيتامينات وكل حاجه، ودي اللي مسؤوله عن صحه الجلد ونضارته. طب لما بتنخفض درجه الحراره بيحصل ايه؟ بتلاحظ ان الاوعيه الدمويه والشعيرات دي بتنقبض. نعم. شيء طبيعي، البرد بيخلي الاوعيه تنقبض. احنا في الشتاء تلاقي واحد وشه ابيض زاد على اللزوم، يقول لك ايه دمه رايح عشان خاطر الايه؟ الساعه. فلما تنقبض الاوعيه كميه الدم اللي راح على الجلد تقل. وده الغذاء الرئيسي للجلد فيبدا ينشف. نعم. زي بالظبط سيادتك الارض الزراعيه. لما الميه تقل بتلاقي بتنشف وتشقق. بس تلاقي الجلد بينشف، وممكن احيانا يوصل لدرجه ان يبقى في تشققات في الاطراف سواء صوابع الايد او صوابع الرجلين او كعب الرجلين. نعم. احنا بقى كمان عندنا بعض العادات الخاطئه بنزود العمليه. طب قبل ما نزود اتفضل. اوكي حضرتك بتتكلم انه يعني اللي بيوصل الدم للجلد عشان يبقى فيه نضاره و هو الدم، الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه. طب في امراض وخصوصا للناس الكبار في السن يعني بتبقى في امراض خاصه بالسكر، خاصه بالجلطات، خاصه بان الدم ما بيتدفقش كفايه، ده بيأثر قد ايه على الجلد برضه؟ جدا. يعني كتير قوي ناس مرضى السكر اللي هم مش مظبطين السكر يقول لك انا بهرش في جلدي وبقى ناشف. نفس الكلام. هي طبعا نتيجه عدم الانتظام
في علاج السكر. نعم. السكريين مضاعفات. فتبص بتلاقي بيأثر على الشرايين الخلية. مرضى السكر، ايه تاني مرضى ممكن يكون بيتأثروا زيادة في الشتاء؟ في موضوع الحلق البيضاء. مرضى الصدفية. يعني الناس اللي عندها صدفية بتتعب جدا في الشتاء. تلاقي أعراض المرض بتزيد بشكل كبير جدا. تلاقي الناس اللي عندها صدفية يقول لك أنا مش عارف أنا بقى في الصيف كويس، أول ما يجي الشتاء يبدأ يبقى فيه قشر جامد وفيه التهابات جامدة. فبرضه الصدفية بتأثر بالبرد. عندك قشر الشعر، مشكلة قشر الشعر. من المشاكل اللي بتظهر في الشتاء. مش في الصيف. لا تلاقيها دايما في الشتاء. لاحظ كده تلاقي الناس في الشتاء بتبقى لابسه غامق، يقول لك انا بقى احرج اقعد في وسط الناس، بيبقى كتفي زي ما بيكون عليه دقيق. ان فعلا ظاهره قشر الشعر تزداد جدا مع التعرض للبرد. كمان حاجه بنلاحظها، الناس طبعا كتير في الشتاء بالكسل، تبص تلاقيه قاعد بالشراب طول النهار. فده بيؤدي الى كتمه الرجل. فتنيا بين الصوابع، رغم ان هي المفروض بتيجي مع الحر، لكن مع الكتمه دي تبص تلاقي ناس كتير في الشتاء عندها المشكله دي بين الصوابع كده، برده ده من البرد. من المشاكل برضو في الشتاء اللي موضوع اللي بنسميه احنا عضة البرد او قرصة البرد، التشيل بلين. ده نتيجة برضو انخفاض درجة الحرارة، بيبقى زيادة عن اللزوم، تبص تلاقي الاطراف بتورم وتزرق. في بعض الحالات خاصة عند البنات توصل لدرجة ان يبقى فيه التهاب وتكون قرح في اطراف الاصابع وصابع رجلين، وبتبقى مؤلمة جدا. برضو دي بتزيد من البرد، وبتزيد بقى اكتر كمان مع المدخنين. يعني الناس اللي بتدخن في الشتاء بتبقى عرضه قوي للتشيل بليند او قرصات البرد دي. ليه بقى معلش؟ يعني ايه اللي دخل الدخ تدخين معلش؟ التدخين بيؤدي الى ضيق الشرايين. وتصلبها مع البرد. هتلاقي بقى نفس المشكله. دم قليل هيحصل نفس المشكله. طب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، يعني ده بنتكلم عن المناخ الخاص ب دفيق ممطر شتاء ويعني حر جاف صيفا، يعني اللي في مصر. امال بقى اللي عايشين في التلج بيعملوا ايه؟ بتبقى عندهم مشاكل جامده جدا. طبعا. يعني انت عارف الفروست بايت او عضة البرد دي، صحيح الناس اللي هي بتبقى ساعات يقول لك طلعوا التلج جامد وما تدفاش كويس، تبص تلاقي لدرجه ان ممكن تقع حته من المناخير او من الود، تقع بتتجمد وتنشف وتقع. الجلد يموت كانك بتكويه. فطبعا هناك بيبقى الجلد هناك عندهم مشاكل غير عاديه. بسبب البرد الشديد. طب دكتور معلش، تنصح ايه للناس اللي ممكن تتعرض لكده؟ لانه انا عارف ان في مشاريع قوميه هنا في مصر بتحصل في الجبال، وطبعا درجه الحراره ممكن تكون قليله، يعني قليله جدا. وفي ناس تحت الصفر مثلا عايشين في حتت زي في سانت كاترين. معلش برضو العمال والفنيين اللي بيشتغلوا في هذه المشاريع القوميه اللي ممكن تكون عندهم بجد تلج في مناطق معينه في الشتاء. التدفئه الجيده رقم واحد، لازم اتدفى. يعني خلي الصبح بدري كوفيه والف رقبتي واغطي وشي والبس الايس اللي يعني البرنيطه الصوف اللي هي بتاعت الراس، تبقى لابسها بس ما تلبس جوانتي. لازم تدفى كويس. ده انا بقول للامهات هنا الاطفال ومخرجين الصبح في بعد، لبسوا جوانتي للطفل، حط كوفيه، لانه نزل الساعه 6 الصبح، في ولاد بينزلوا الساعه 5 الصبح، بيبقى درجه الحراره الصغرى 12 وكده. لازم يتدفى كويس، ما ينفعش ينزل من البيت دفيان يتصدم بالهواء يجي له مشاكل. وهتلاقي الجلد ينشف. طب كمان وبقول دايما الامهات وناس، لازم في الشتاء بلاش حاجات ان احنا نتجدع ونستحمى بميه ساقعه دي، او 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 اغسل ايدي بعد الاكل ووشي بميه الحنفيه الساقعه. دي مش شطاره على فكره، في ناس بتعتبر دي شطاره. لا دي مش شطاره، لان الميه الساقعه اولا هو البرد قلنا هيقلل ايه؟ الدم. فاجي انا ازود واحط كمان ميه ساقعه في الجو ده، فلازم الجلد يعني هينشف. كمان الاولاد الصغيرين والكبار برضو ساعات بيكروتوا بعد الاكل وهم بيغسلوا، ما ينشفوش بقهم كويس وايدهم كويس. دي اللي بنشوفها، تلاقي يقول لك ايه ايده مقشفه، بس للاسف في الشتاء كده ايده ناشفه قوي ومشققه وجيب دم او حوالين البق. ده برضو من عدم تجفيف الجلد من الميه بعد غسيل ايدين. فكلها عادات خاطئه. نعم. بنعملها بتزود المشكله. طب من المعتاد حضرتك دايما انك انت لما تكون حتى في اوروبا ممكن يكون قاعد في مكان دافي وبعدين هتطلع بره الدنيا ساقعه قوي. كويس، فيقول لك اشرب بق ميه. هل ده بيعمل حاجه؟ ده دي لسه انا هتكلم عليها دلوقتي، اللي عاداتنا الغذائيه. لا، في حاجات في الشتاء لازم نبقى حريصين علينا نستعملها باستمرار، سواء اكل او شرب، منهم موضوع الميه. انا دايما كنت بقول لسيادتك في الصيف ايه؟ 3 لتر ميه في اليوم، في الشتاء برضه هم 3 لتر. الميه حياه الجلد، حياه الاعضاء، الكلى والقلب والرئه وكله. فلابد ان احنا نبقى حريصين على شرب الميه كتير. السلطه الخضراء، المشروبات الدافيه بتاعت الشتاء الجميله بقى. نعم. الجنزبيل. أيوة. القرفه. أيوة. السحلب، الكاكاو، الشاي، نشرب الحاجات دي كتير برضو. لان احنا محتاجين حاجات دافيه
تنشط الدوره الدمويه. نعم. في الصيف بيقول ما ينفعش. ايوه. احنا مش عايزين نسخن. نعم. فلازم بقى حريصين، طبق السلطه خضراء كل يوم لازم. لان محتاج فيتامينز ومعادن، دي موجوده في الجرجير والطماطم والجزر والحاجات دي كلها. تمام تمام. هستاذنك، اهلا بالبحيره واهل البحيره. استاذ عبده. الخط قطع ولا ايه؟ يا استاذ عبده من البحيره. طيب هستاذنك حاج عبده او استاذ عبده، بعد اذنك كلمنا تاني وان شاء الله نرد عليك. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. خدت بال سيادتك، فانا بيهمني قوي عاداتنا دي، سواء في ملبسنا او في شربنا او في اكلنا. الحاجات الغلط لازم ما نعملهاش، الحاجات الصح نعملها، الدفى كويس. كمان في ناس تبص لهم في الشتاء ده يروح داخل مولع الفرن او الدفايه ويحط وشه جنبه عشان خاطر يدفى، دي عاده مش كويسه مش صح. اه اه. يعني انا دايما لا اعرض نفسي لحاجه ساقعه قوي. ايوه. ولا سخنه قوي. وبرده ما بقول الواحد يستحمى بميه دافيه، ده مش معناه ان استحمى بميه بتولع. اه. لا، الميه السخنه قوي مضره للجلد. فلا هي ساقعه ولا دايما الوسط. خير الامور الوسط، فدايما ميه دافيه. كتير من الاطفال يعني سقعانين يروح قاعد جنب الدفايه. لا غلط. اه. لا، ما اقربش جلدي ولا وشي قوي من حاجه مصدر سخن قريب قوي كده. اه. والناس ساعات تولع نار ويقعدوا. اه. برده في خطوره، لازم ابقى بعيد. انما ما اقربش من مصدر الحراره لان ممكن تعمل لي مشاكل في الجلد. مساء الخير اهل سوهاج. سوهاج. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذه سلوى، اتفضلي يا فندم. ازيك حضرتك؟ ممكن اتكلم الدكتور؟ الدكتور سامعك يا فندم، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور هاني؟ بخير يا فندم الحمد لله. ماشي يا دكتور. انا عندي بنتي عندها 4 سنين، فهي جالها اكزيما من هي وعندها 6 شهور. تمام. فانا وديتها لدكاتره كتير وكده، المشكله ان الاكزيما. أيوة. وصلت لها المنطقه اللي تحت كلها دي، يعني منتشره خالص ورا الفخذ من ورا. من ورا كده لمؤاخذه تحت الارداف وكده. تمام. فوديتها الدكتور برضو يعني بدون ذكر اسماء طبعا، فاداني علاجات ليها بس مليانه كورتيزون. ادت يعني مفعول وبعد كده اختفت. طب بصي حضرتك، رجعت تاني طبعا، بترجع عايزين نتفق على حاجتين، وقايه وعلاج، والعلاج ما يكونش فيه كورتيزون صح؟ نعم. عايزين نتفق على حاجتين، وقايه اللي نعمله، علاج اللي نعمله ما يكونش علاج فيه كورتيزون، مظبوط؟ طيب نيجي للوقايه. عايزين ناخد بالنا ان هي دايما تستحمى بصابونه جليسرين. دايما تلبس قطن 100%، بلاش اي حاجه صناعيه او صوف على اللحم، ممكن يبقى فوق اللحم. معلش يا دكتور انا هقطع كلام حضرتك، هي المشكله ان هي دلوقتي الاكزيما وصلت لجفن العين والفتحة لمؤاخذه الانف. ما انا هكتب لك العلاج، بس بقول لك الاول الوقايه. تمام. كمان بعد اذن حضرتك لما تيجي تقعد على التواليت هتجيبي الورق اللي هو انت عارفه ورق الحمام المدور البكر ده. عارفه. وبحط على قاعده التواليت ورق كامل وتقعد عليه وما تلمس برجليها القعدة بتاعة التواليت خالص. اه. تمام؟ قلنا هنستحمى بصابون جليسرين ما تنسيش. بعد كده العلاج، حضرتك هتروحي الصيدلية تقولي له اديني المرهم اللي فيه مادة التاكروليماس. مادة ايه يا دكتور؟ تاكروليماس. تاكروليماس. تاني؟ مش فاهماها يا دكتور معلش. طب معاكي ورقة أو قلم طيب؟ ما أنت عايزة العلاج. لا للأسف أنا مش معايا. طب هتحفظي العلاج إزاي اللي أنت عايزاه بقى؟ ايه قولي لي هتحفظي العلاج ازاي؟ نحاول يا استاذ سلوى يعني نقول الاسم تاني بعدين. انت طلباني عشان تعرفي العلاج صح؟ اه. طب هو انا ممكن يا دكتور اجي يعني لو حضرتك ينفع يعني ان انا احجز عند حضرتك في العياده الخاصه بتاعتك؟ لا ده ما ينفعش الكلام ده هنا خالص، انا في التلفزيون. هنا مش مجال لحجز خالص. ممكن تتواصل مع حضرتك على الصفحه بتاعت سيادتك يا باشا. بصي ابعتي لي على صفحتي على الفيسبوك وانا اكتب لك العلاج. خلاص. استاذه سلوى انا لو معايا قلم مشكلتي ان انا مش جنبي قلم. استاذه سلوى شكرا. اسمعيني يا استاذه سلوى، شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك يا فندم، والف سلامه عليكي حضرتك. احنا بكره ان شاء الله الحلقه دي بتتعاد الساعه تقريبا 12 ظهرا، فهتسمعي نفسك وهتسمعي كلام الدكتور تاني ان شاء الله يعني، وهتسمعي اسم الدواء هتقدري تكتبيه بسرعه ان شاء الله. يعني هتتعاد الحلقه تاني على 12 الظهر باذن الله تعالى. ألف سلامة عليكي وسلامنا لأهل سوهاج كلهم. نرجع تاني للموضوع.
دلوقتي انا كنت من شويه بسال حضرتك ان انا لما باجي اخرج الصبح يقول لي ايه اشرب يعني ايه بق ميه، بق الميه ده عشان ما ياخدش برد برضو. لا هو انا بشرب ميه بعرق جسمي بيسخن، فهو الهدف ايه؟ ان انا اواجه الحراره، الحراره البارده يعني. ايوه فالمطلوب الميه فعلا كده. بس هي مش بس للجلد، هي كمان كمان للدور البرد، انك انت مره واحده تخش على مكان ساقع تطلع بره. ما هو بيقول لك ده بيسخن الجسم، مش بيسخن الجلد، بيسخن الجسم. فانا طبعا خارج ابقى جاهز للبرد، فبتدفى كويس، البس حاجه تقيله، واشرب الميه كويس، واستمر في شرب الميه طول اليوم. طيب. على فكره بمناسبه الخروج في حد معانا ايمان من البحيره. مساء الخير يا استاذه ايمان. مساء النور. اتفضلي يا فندم سؤالك. سؤالي انا رحت لكذا دكتور وقال لي عندي مرض الحزاز، بيطلع لي زي بقع كده بني غامقه في بعض من جسمي. تمام يا فندم، الف سلامه. طيب سؤالك يا فندم. ف يعني انا عايز اعرف، لان في كذا دكتور قال لي ان الحاجه ديت ملهاش علاج نهائي، والحاجه ديت ظاهره من نفسيه، فانا عايز اعرف ان يعني الكلام دوت صح. بصي حضرتك، اللايكن بلانز الحزاز يعني هو مشكله جلديه ناتجه عن نشاط في الجهاز المناعي. تمام. العامل النفسي دايما بيهاجم نقطه ضعف الانسان، يعني لو واحد عنده قولون وبيتضايق قولون بيوجعه، واحد عنده لوز هتلاقي وهكذا. فشيء طبيعي الانسان عنده حزاز لو تعرض لزعل هيكون نتيجته انه يزيد، لكن مش الزعل هو سبب ظهور حزاز، انما هو زي ما قلت لحضرتك هو زياده في نشاط الجهاز المناعي. نيجي بقى لنقطه مرض يخف او ما يخفش. احنا لو بصينا كده للامراض العاديه، الصداع، حضرتك جالك صداع قبل كده؟ ايوه. بتاخدي له قرصين حاجه مسكن صح؟ ما بيرجعش الصداع تاني؟ بيرجع تاني. بيرجع. طب والبرد والكحه؟ بترجع. اذا كل الامراض اللي في الدنيا بناخد علاج وبتخف، بس قد تعود مره اخرى. الحزاز زيه زي الصداع، حضرتك بتاخد بس هي ما اختفتش، هي لسه ظاهره لحد دلوقتي. لان بقى لها قد ايه عند حضرتك العلاج بتاخديه؟ بقى لك قد ايه؟ يعني انا داخله كده في 3 سنين. لا العلاج بتاخديه بقى لك 3 سنين؟ متواصل يوميا؟ لا ساعات وساعات. 3 سنين الحزاز دوت عندي ورحت كذا دكتور. انا فاهم يا فندم، بس انت بتاخدي علاج تفضلي منتظم عليه شهر او شهر ونص بيختفي، بعد كده بتبطليه، بعد كده بيرجع يظهر تاني صح؟ لا مش بيختفي، هو اللون بيخس معايا شويه. اللون ده نقدر ناخد حاجات تفتح اللون، يعني لو خدنا من الصيدليه كريم تفتيح لون ونقدر الصبح وبالليل. بقول لحضرتك ايه، انت عندك صفحه على الفيسبوك بتاعتك؟ طيب خش على، عارفه صفحتي؟ ايوه عارفه صفحه حضرتك. طب عارفه البوست المجمع؟ في انا كاتب في البوست المجمع بتاع البشره كريمات تفتيح اللون الداكن، خدي الكريم اللي انا كاتبهم وداني الصبح وبالليل 3 4 شهور هيرجع لون طبيعي. شكرا يا استاذه ايمان، شرفت بيك يا فندم على شاشه نايل لايف، وشكرا لاتصالك والف سلامه عليك يا فندم. نرجع تاني، ايه هي كنت عايز اقول لك على حاجه مهمه. اتفضل. الموضوع الاستحمام، خصوصا الاولاد الصغيرين والامهات، ناس كتير في الشتاء انا فوجئت ان تبص تلاقي تقول لي بسالها بس انت بتحمي ابني كل قد ايه؟ تقول لي مره في الاسبوع. ده الكلام ده من كام يوم قلتها ليه؟ قلت عشان احنا برد الشتاء بقى خلاص. قلت الولد يقعد 6 ايام ما يستحماش؟ فدي مفهوم خاطئ عند ناس كتير في مصر. يعني في حتت كتير برضو. طب الصحيح اللي في الشتاء لازم استحمى كل يوم. كل يوم. الاولاد لازم يستحموا كل يوم، بس يستحموا امتى بقى؟ مش الصبح ورايح المدرسه، بالليل. بالليل قبل ما ينام بيستحمى بميه دافيه، دش دافي جميل، ناشف يخش ينام. نعم. يوم ينام كويس ويصحى فايق. نعم. لان النظافه من الايمان. صحيح. الاستحمام اليومي مهم والتجفيف مهم، انما ما ينفعش اسيب الولد 6 ايام بدون حموم. لان ممكن تعمل له مشاكل في جلده. ده يطبق مش بس على الصغيرين، طب على الكبار كمان. انا بقول كده باعتبار ده شيء يعني منطقي. طيب يعني اهل الغربيه، استاذه ايمان اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ الدكتور سامعك يا فندم، قولي سؤالك يا فندم. انا حضرتك مريضه الصدفيه بقالي 20 سنه، انا عندي 40 سنه. الصدفيه النقطيه اللي هي النقط،
تمام. الو، ايوه اه حضرتك، هي احنا لها علاقه سامعينك يا بالضغط. فندم. هي لها علاقه بالضغط حضرتك، لان هو بقاله فتره معايا عالي وما بينزلش بادويه الضغط، فهي لها علاقه بالضغط العالي؟ لا ملهاش ضغط، ملهاش علاقه. الاول انت حضرتك الوزن زياده ولا عادي؟ لا وزني عادي جدا خالص وطولي عادي يعني. لا الصدفيه ليس لها علاقه بالضغط. طيب يا دكتور، لساني على طول ابيض، اكتشفت قال لي هو مش فطر ولا في حاجة في المعدة ولا أي حاجة، بس هو ممكن يكون صدفية. أحيانا الصدفية تيجي في اللسان، لكن الصدفية لما بتيجي في اللسان حضرتك بيبقى الشكل عامل إزاي؟ تجد اللسان مشقق خطوط بالطول والعرض زي ما يكون رسمة جغرافية زي الخرايط كده، وبيبقى مقلب وبينزل دم. ده مش موجود عندك؟ لا مش موجود عندي، هو كأن فيها كأن اللسان فيه فطر بس. لا ما هو ده ما يبقى صدفية، انما في حضرتك بتدخني؟ لا 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 خالص. طب الحمد لله، هي بس يعني عايزه علاج. لو حضرتك بعتي لي صوره ولا حاجه على صفحتي ممكن اكتب لك اعلان العلاج لظاهره اللون الابيض. شكرا. طيب سؤال تاني حضرتك، اتفضلي. بالنسبه للكونكور، هما يعني انا باخده هو متحذر منه المرضى الصدفيه، فيعني ممكن اخده للضغط ولا في مشكله فيه؟ لا بدأ بص حضرتك في بعض الادويه هو وحاجات تانيه من اللي بتعطى لتنظيم ضربات القلب بتزود حده الصدفيه. فاستاذنك ترجع لدكتور امراض باطنه وتقولي له اكتب لك، لان في بدائل ليه على فكره. فيكتب لك البديل عشان ما يتعرضش مع الصدفيه. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك يا فندم. دكتور هاني، ايه هي مرض الصدفيه؟ خلينا نعرف اكتر. الصدفيه مرض جلدي ناتج عن نشاط زايد في الجهاز المناعي، وهو مرض غير معدي على الاطلاق، ولكن بيجي نتيجة نشاط. يعني ايه نشاط زيادة في الجهاز المناعي؟ الجهاز المناعي شغلته انه يدافع عن الجسم ضد الميكروبات، بيحصل خلل، فبدل ما يطلع اجسام مضادة تحارب الميكروبات بيطلع اجسام مضادة تحارب الجلد. خلايا الجلد بيعتبرها ان هي حاجة غريبة، عشان كده يسموها مناعة ذاتية. فالجلد طبعا هيدافع عن نفسه، مش هيطلع سيف ويبارز الاجسام المضادة اللي جاية له. فبيبدا يدافع عن نفسه بانه ينقسم بسرعة ويكون طبقات جلد كتير. فتكون بدل الجلد ما يكون في 4 أسابيع بيكون في أسبوع. فتكون تبقى طبقات كثيفة في بعض، طبقة الخلية بتعرض للهواء تجف، تنفصل عليها قشور، قشور لونها فضي تشبه صدف البحر. عشان كده سموه الصدفية. لأنه زي الصدف بتاع البحر اللي بيبقى موجود. تمام. وهو مرض غير معدي. تمام. أستاذة فوزية من القاهرة، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم لسيادتك ولدكتور ناظر. دكتور انا عندي بنتي كبيره، هي عندها 38، فهي كانت من 5 سنين اصيبت بالتهاب حلوي واخذت كورتيزون ونفخ جسمها كله، وبعديها بشهر جالها بطش حمراء في جسمها، خدت برضه كورتيزون. بعد كده بحوالي 3 سنين فوجئنا صاحيه من النوم لقينا وشها وارم وفي نقط حمراء والوش وارم جدا كانه بالظبط زي صينيه مدوره. احنا دخنا عند دكاتره لا داعي ان انا اقول اساميهم لان للاسف هم اسامي دكاتره، تحاليل اشعاعات غده درقيه يعني حاجات كتير عملناها، وجايين للان مفيش ولا دكتور قادر يعالجها من الورم المفاجئ اللي بيجي في وشها. اخر دكتوره قالت لها الوش ده ليه مسمى عندنا، وطالبه تحاليل منها تاني واشعه تاني هي عاملاها حاليا، ولكن احنا مش عارفين ايه الحاله دي وايه سببها. هل يعني نلجا ليه؟ انا يعني كل اللي بنروح له ورحنا لدكاتره الدم ورحنا لغدد وكنا حاجه دخنا. لا هي عايزه اطباء جلديه يا فندم. اطباء ما هي بتروح لاطباء جلديه. احنا رحنا اسامي جلديه حضرتك، يعني من الناس اللي حضرتك تعرف اساميهم. تمام. لكن يعني اسامي يعني كبيره. الف ربنا اولا الف سلامه ليها وربنا يديها الصحه. طب ايه المطلوب حضرتك؟ ايه السؤال بتاعك؟ احنا عايزين نعرف ايه سبب ورم الوش. الوش ده فجاه، يعني هي فجاه عباره عن صينيه مدوره، مش قادره اقول لحضرتك قطرها قد ايه. طب هل الورم ده حضرتك حاجه غريبه الشكل؟ هل الورم ده ساعات بيقل وبيرجع تاني؟ يعني ساعات بيختفي ومره واحده يطلع؟ بيرجع. يعني بيجي عليها وقت بيبقى الورم مش موجود. لا الورم بيبقى مش موجود. مش موجود لا طبعا، بس جسمها نفخ بقى خلاص، لان للاسف الشديد دكاتره
كورتيزون تاني. ما انا فهمت. وقال لها الكورتيزون هو العلاج للحاله دي. طيب. لا طبعا بيني وبين حضرتك يعني طبعا في وسائل اخرى غير الكورتيزون ممكن تستخدم من ادويه مناعيه ممكن تجيب نتيجه، بس انا طبعا مش شايف قدامي فمش قادر اقول علاج خالص يعني. انما ما دام حضرتك الحاله في الوش بتروح وبترجع يبقى في امل، انما امتى اخاف؟ لو هي الحاله ثابته مع رغم ان الادويه ما بتتقدمش خالص يبقى انا قلق. هنا طبعا في امل ان هي تتعالج طالما بتروح وبتيجي، لان في ادويه ان شاء الله تاخدها تمنع يعني ارتداد اللون الاحمر. يعني ممكن اجيبها لحضرتك؟ انا تحت امرك طبعا، ما اقدرش اقول تعليلي. طيب. بس انا او اي طيب استاذ انا بس يعني. رقم تليفون حضرتك وراد عشان اعرف اجيبها لحضرتك ان شاء الله يا فندم. حاضر. الف شكر يا فندم. شكرا استاذه فوزيه، شكرا لحضرتك والف سلامه لبنتك يا فندم، وان شاء الله تطمني عليها وتتواصلي مع الدكتور هاني عن طريق صفحته ويبقى في اتصال ما بينكم وبين بعض ان شاء الله. الف سلامه على بنتك يا استاذه فوزيه. نرجع تاني للامراض الجلديه اللي ممكن تنتشر بشكل كبير في الفتره اللي جايه عشان احنا في الشتاء. طبعا احنا اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي هي طبعا القشره الحاجات زي كده. في بقى حاجات بتظهر نتيجه ايه؟ مع التدفئه زياده عن اللزوم وفي الاماكن اللي بتبقى فيها زحمه. نعم. دي ممكن تبقى مشكله تواجه الاطفال. ايه هي؟ مثلا حشره الراس. نعم. طبعا الاولاد طبعا في الشتاء الدنيا بتبقى برد، ساعات في الفصول بيقفلوا جامد. والاولاد بيبقوا لاصقين في بعض. هنا ممكن حشره الراس تنتقل من طفل لطفل. نعم. ودي بنشوفها في الشتاء اكتر من الصيف، الصيف طبعا بينطلق بيروح النادي بيجري فمفيش احتمال العدوى. ايوه. فهي دي من الحاجات بقى اللي بتيجي في الشتاء نتيجه عدوى. نعم. فعشان كده دايما نقول للامهات خلي دايما بالك كل يوم خميس نبص كويس قوي على راس الطفل. نعم. سواء ولد او بنت. نعم. ودايما بنصح الامهات بلاش عاده ان الولاد يطولوا شعرهم. الولد لازم يبقى شعره قصير. نعم. فلازم ناخد بالنا ونبص باستمرار، لو لاحظنا في حاجه ناخد علاج على طول. تمام. لان دي حاجه من اللي بتظهر برده في فصل الشتاء نتيجه الزحمه. أو الناس بتبقى مع بعض. طيب هنرجع تاني للأمراض الجلدية في الشتاء، بس معانا الأستاذة سهير من بني سويف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك أهلا بيك على شاشة نايل لايف، الدكتور سامع سؤالك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور، أخبار حضرتك إيه؟ بخير يا هانم الحمد لله. الحمد لله يا دكتور، بعد إذنك عندي استفسار بس. هو أنا عندي صديقتي اللي عندها 32 سنة، بس هي عندها بذور بيضة كده يعني شعرها لونه أبيض. في حته كده يعني اي بذره بيضه كده بتطلع في شعرها دي بتسبب لها الم رهيب جدا. تمام. زي صداع كده يا دكتور، ومجرد ان هي ما بتشيلها هي بتبقى كويسه جدا. فده بيخص ايه يا دكتور؟ مثلا ممكن يكون عندها ايه؟ لا بعد اذن حضرتك بتقولي قشره بيضه؟ هي مش قشره يا دكتور، هي الاول بتبقى بقشره في المنطقه نفسها، وبعد كده مكان القشره دي بتبقى فيه شعرايه بيضه. مجرد ما بتشيل الشعرايه البيضه دي خلاص على كده. شعرايه بيضه. بتشيل الشعرايه البيضه الوجع بيروح؟ بيبقى فيه صداع في منتصف دماغها كده، بس هي مجرد ما بتشيل الشعرايه دي خلاص على كده. بس قبل الشعرايه بتبقى فيه قشره بيضاء. ايه سوري يا دكتور؟ قبل الشعرايه بتبقى فيه حاجه زي قشر. بيبقى فيه صداع زي صداع كده. لا مفيش اي حاجه في الجلد غير الشعرايه دي. قشر يا دكتور. قشر. بيبقى فيه حوالينها قشر. طيب بص حضرتك. اتفضل. حضرتك هنروح الصيدليه هتقدري تحفظي اللي هقوله؟ معلش يا دكتور بس مع حضرتك. هتقدري تحفظي اللي اقوله؟ اتفضلي يا دكتور. حضرتك هتروحي الصيدليه هتقولي له اديني المحلول اللي فيه ماده البيتا ميتازون مع حمض السليسيليك. تمام يا دكتور. النقط دي بندهن بيها الاماكن دي اول ما تظهر قشره على طول، مره الصبح ومره بالليل. هتبصي تلاقي القشره راحت والمشكله انتهت وما يحصلش صداع خالص. يا هي القشره دي يا دكتور بس والشعريه البيضه دي نفسها؟ لا الشعر ده موجود في الراس يعني حضرتك يعني. لا عادي يعني مفيش اي مشكله بالنسبه لي. لا لا خالص مفيش مشكله طبعا. الف سلامه يا استاذه سهير وشكرا لاتصالك يا فندم، الف سلامه عليكي. نرجع تاني للامراض. حضرتك قلت لي من شويه انه يفضل للاطفال ان هم ما يطولوش شعرهم. طبعا. خصوصا في الشتاء. الولاد. انما البنات طبعا عادي. تمام. بس بنطلب من الام باستمرار ان هي تبص على فروه الراس عشان تتاكد ان مفيش اي مشكله. نعم. بالمناسبه عشان ما انساش لان دي السؤال ده بيجي لي كتير، ناس كتير بتقول العلاج الامثل لحشره الشعر اللي هي الاملاح. طبعا هناك ادويه، لكن الناس دايما بتحب ان انا اقول لهم حاجه طبيعيه بعيده عن الادويه والمواد الكيماويه. تمام. فانا هقول النهارده طريقه لعلاج حشره الشعر اللي هو الامل بعيده عن المواد الكيماويه خالص. يا ريت.
ازاي؟ بنقول للام في اول ليله يعني يوم الخميس الولاد جم بنجيب اي نوع من انواع الزيوت اللي في المطبخ اي زيت من اللي هي بتطبخ بيه اي زيت وبتدهن فروه الراس والشعر بالكامل الخميس بالليل وتسيبه على راس الطفل او الطفل 24 ساعه. يوم الجمعه بالليل بنخش استحمى نغسل الشعر كويس قوي بالشامبو وبعد كده بجيب المشط ابو اسنان ضيق اللي احنا بنسميه الفلاه يعني تمام وامشط هتلاقي الحشرات نازله كلها ميته. ليه؟ لان الزيت اللي انا دهنت بيه الشعر ده كون طبقه عازله حاطط الشعر والحشرات 24 ساعه. الحشره لازم تتنفس. نعم. مفيش هوا بتموت. يبقى انا خلص يبقى كده خلصت من الحشرات بدون دواء. طب فاضل بقى البيض بتاع الحشرات او اللي احنا بنسميه السبان. نعم. اللي بيبقى لازق في الشعر. اه. الجمعه بالليل بعمل ايه؟ بجيب طبق ميه واجيب معلقتين خل كبار وادوبهم واخد هذا المحلول والخل وادهن بيه الشعر. واسيبه على الشعر 3-4 ساعات. نعم. بعد 4 ساعات اغسل بالشامبو اسرح بالفلايه هلاقي البيض ده كله واقع ميت لان الخل حامض بيفك البيض من الشعر. عظيم. يبقى كده في خلال 24 ساعه أيه. قضينا على مشكله امن الشعر دون اللجوء للادويه او الكيماويات. طيب انا عندي سؤال خاص ب هل تنوع او اختلاف المحافظات بتختلف من مكان لمكان؟ يعني الجنوب غير يعني بالظبط هل أكيد. تختلف الامراض في الصيف او في الشتاء؟ لكن خلينا نجاوب بعد الاستاذ اشرف من الاسكندريه. مساء الخير يا استاذ اشرف اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك الدكتور سامع سؤالك يا فندم اتفضل. الو استاذ اشرف. الو ممكن توطي التلفزيون عندك بعد اذنك؟ انا وطيته فعلا. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ بخير يا فندم الحمد لله اهلا بيك يا اشرف باشا. انا معاك. سؤالك يا فندم سؤالك يا استاذ اشرف اتفضل. الفيس عشان مش عارف اوصل لصحته. الدكتور هاني الناظر. بص يا بيه الاسم هاني هاني الناظر بالانجليزي هاني اتش اي ان واي مسافه الناظر اي ال ان اي زد اي ار الناظر. تمام. اتفضل يا استاذ اشرف سؤالك. اقول دكتور هاني. لا مفيش دكتور هاني الناظر بس. تمام يا دكتور تمام يا دكتور. عينيا. كنت عايز حاجه للاماكن الحساسه غامقه جدا. تمام. طب انت دلوقتي عرفت الصفحه بتاعتي هتخش تمام. هتلاقي حاجه اسمها البوست المجمع فيه كلمات تفتيح تاخد الكريم اللي انا كاتبه ندهن بيه الاماكن دي مره الصبح ومره بالليل في خلال 3 أو 4 شهور ان شاء الله بيرجع لون طبيعي. الله يسلمك. شكرا يا استاذ اشرف اهلا بيك دائما على شاشه نايل لايف اهلا بيك. اشرف بعد اذنك عايز اقول حاجه. اتفضل اتفضل. للناس اللي بتتابع صفحتي. اي فندم. للاسف في ناس دلوقتي يعني بتزور الصفحه بتاعتي وبيعملوا صفحات باسمي عدد كبير هاني الناظر. ده صحيح. دي ماليش علاقه بيها خالص يا جماعه الصفحات دي نهائيا. انا صفحتي بتاعتي هاني الناظر. طب تعرفوا ازاي صفحتي؟ أيوة. من الصفحات المزوره. صحيح. انا صفحتي لما حد بيبعت لي اسئله على الكومنت على التعليقات بجاوب عليها وبكتب العلاج. الصفحات الثانيه لانهم مش دكاتره فما بيقدروش فاي سؤال بيتبعت بتلاقوا ما فيش اجابات خالص. نعم. فاي صفحه باسمي نعم الناس بتبعت فيها الاسئله وما تلاقيش اجابات دي من صفحتي وما تتخشوش عليها خالص. نعم. لما صفحتي انا بجاوب على اسئله اللي هي هاني الناظر. طب ودي صفحتي. لما تيجي نحاول نميز الصفحه مثلا بصوره معينه لحضرتك. مع للاسف بيسرقوا الصور بتاعتي اللي موجوده في الانترنت وبيحطوها وبيكتبوا هاني الناظر. لا ما بقى صوره جديده حضرتك حديثه. مهما غيرتها. مهما غيرتها برضه. حتى الصور خلي بالك اللي حاطينها على الصفحات المزوره نعم مش الصوره اللي على صفحتي. نعم. بس صورتي. صحيح. وكاتبين هاني الناظر فالانسان بيخش بيعتقد ان هاني الناظر. نعم. وبياخدوا بوستاتي ويحطوها بس للاسف بعض الصفحات دي ابتدت تظهر الوجه الحقيقي من سرقه الصفحه. صحيح. انها بقى ليها اغراض تجاريه. نعم. واغراض اخرى مش كويسه. صحيح. وبينزلوا حاجات مش صح. تمام تمام. فلان هو كان عايز يجمع ناس فالناس من عندي للاسف بتفتكر صفحتي فطبعا لايك فبقى عنده 120-150 ألف يبدا بقى يبث شائعات شائعات وسموم. أوه. فانا بحذر الناس ما حدش يخش على الصفحات دي وما لهاش لايك. اتمنى المباحث الانترنت ان هي تاخد يعني نحاول يبقى في اجراءات اكتر. هو في مجهود كبير قوي في مباحث الانترنت بتقوم بيها الجهات الامنيه لكن
زي ما حضرتك قلت دلوقتي ممكن بكل بسهوله يروح واخد الاسم فياخد بروباجندا كعدد كبير مثلا من الناس اللي بتتابع فيبتدي ينشر حاجه مش تضر الامن القومي حاجات مش كويسه بتنتشر ابتدت حاجات مش كويسه فانا يعني ارجو ان ان شاء الله يعني يبقى في تداخل. طيب استاذه سميره من الدقهليه مساء الخير يا استاذه سميره يا فندم. السلام عليكم ازي حضرتك؟ عليكم السلام يا فندم الدكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ بخير يا هاني. لو سمحت يا دكتور انا بنتي في ثانيه ابتدائي وعندها بهاء. الف سلامه. فكنت انا بديلها مره تريكس مظبوط عارف تقريبا وفيروجلوبين دواء تمام بس انا حاسه ان مش عامل نتيجه. طب قولي لي حضرتك انهي اماكن في جسمها اللي فيها البقع؟ في حته فوق الجفن كده. ايوه بيضة. تمام. وفي حته عندي في رقبتها من تحت كده. تمام. في العنق في العنق من تحت. طب قولي لي حضرتك المرهم اللي انت ذكرتيه دلوقتي بقى لك قد ايه بتحطيه؟ بتقول ايه يا دكتور؟ المرهم اللي انت قلتي اسمه دلوقتي. ايوه. بتحطيه بقى لك قد ايه؟ انا بديهولها بس هي بتقعد تبكي وتقول لي يا ماما انا مش متحملاه كده فمش عارفه بتقولي بعرف منه. لا يبقى انت بتحطي كميه كبيره. بصي هتاخدي حته قد راس الدابوس كده صغيره قوي وتدهني البقعه البيضه مره الصبح ومره بالليل. ده بياخد وقت من 5 لـ6 شهور مع ايه بقى؟ مره الصبح ومره بالليل مع عدم تعرضها للشمس نهائي. المرهم اللي انا قلته لحضرتك؟ ايوه مظبوط. الصبح وبالليل مع عدم التعرض للشمس نهائي. طب يا دكتور في وصفات بنسمعها يعني ارجوكي ارجوكي ما تكمليش عشان خاطري محبه البركه الحاجات يا استاذه سميره. استاذه سميره حضرتك سامعاني من سامعانا من التلفزيون ولا من التليفون؟ لا لا من التليفون. طيب كويس قوي. طب ركزي معايا بعد اذنك. طيب اقفل التليفون واسمع من التلفزيون؟ لا لا زي ما انت. طيب ماشي يا دكتور. اسمعي اللي هقوله. ما تاخديش اي وصفات خالص من الانترنت. ايوه ماشي. ايوه واستعملي المرهب اللي انت قلت عليه بس. الف سلامه عليك يا استاذه سميره وان شاء الله تكوني بنسمع كلام الدكتور وان شاء الله باذن الله تكوني افضل وافضل. حضرتك كلمني على الموضوع ده ان كم كبير جدا من الوصفات على الانترنت ممكن تودي الانسان في داهيه في الامراض المختلفه. سعادتك الموضوع مشكله اكبر من كده. مشكله بيتم الاعلان عن ادويه العلاج البواء او غيره بتمنها الاف الجنيهات كمان وهي حاجات مش مظبوطه. نعم. ومش مسجله لا في وزاره الصحه في مصر ولا مسجله في الاخر ولا ادويه رسميه. وبتاخد اسماء والناس للاسف المريض طبعا عنده امل. نعم. فدول بيتاجروا بالام المرضى. يعني انا بقول للناس اي دواء ينزل ان ما كانش دكتور هو اللي قايله لحضرتك ما تستعملوش. انما لو لقيت صفحه منزله دواء في دواء شهير بيتم الاعلان عنه حاليا. نعم. هو مش دواء ولا حاجه. نعم. انما علاج كاتبين بيعالج البهاء وبيعالج الصدفيه وبيعالج البواسير وبيعالج مش عارف ايه. انا بكلم بجد والحروق وكل حاجه. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. صحيح. وبيتباع بكذا 1000 جنيه. والناس للاسف طبعا المريض عنده امل. نعم. يمسك في قشه. فبيروح يشتري الحاجات دي. طبعا كلام فاضي بيضحك عليه. هو المريض ممكن يكون ما عندوش يعني الصبر. ما بقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ انا مش هقدر اروح للدكتور. مش هدفع كاش. تمام. ما هو وانا لا ما هو اللي مش هيدفع كاش يا دكتور مش هيروح يشتري دواء بالافات. للاسف بقى بيشتروا. كمان؟ ما هو اصل بنشوف الكلام ده. ايوه. فانا من خلال برنامج سيادتك. اتفضل. بقى انشد الناس بلاش ناخد ادويه مجهوله المصدر من الاعلانات اللي بتنزل على الانترنت. نعم. لازم الدواء اللي هستعمله ابقى متاكد 1 وصفه لي طبيب متخصص كمان. صحيح. 2 انه مسجل في وزاره الصحه. نعم. انما دواء من طب انا اتاكد ازاي ان هو مسجل مكتوب عليه فندم؟ لازم مكتوب عليه. تمام. جميع الادويه وزاره الصحه بتحط عليها رقم تسجيل. تمام. ابص في الدواء ده متسجل أيه. انما ما اخدش دواء كده لا بالوصف ولا بالاعلانات. سريعا المحافظات في مصر اذا كان في الجنوب او في الشمال هل بتختلف الامراض وكميه الامراض اللي بتظهر الجلديه؟ اكيد. احنا مثلا المحافظات الساحليه نعم او الشماليه بيديها برد ايوه تلاقي مشاكل قناه دي اكتر. اهالينا في الصعيد في اسوان تحت في حي الشتيق الجو دلوقتي حر. نعم. مش هتلاقي المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها. بس ممكن تبقى مشكله ثانيه. نعم. سوري اتفضل اتفضل
لانه يعني انا بفضل الله يعني طبعا، وبفضل يعني حضرتك قد ايه الناس بتحبك والناس بتحترم ارائك في الطب الامراض الجلديه، يعني انا شايف بفضل الله المحافظات كلها، محافظات مصر كلها بتكلم على تليفوناتنا هنا عشان تسال سيادتك. كل محافظه عندها مشكله. اه بالظبط. اه انا عندي بس شغله جد. معلش سلامتك الف سلامه. يا حد يجيب سيرتنا. اه اكيد انا جبت سيرتك دلوقتي. اتفضل حضرتك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فطبعا ممكن هتلاقي فعلا محافظات غير محافظات. نعم. طيب انا ناقص لي تقريبا يعني اقل من 5 دقائق. ايه اللي حضرتك ممكن نقوله للساده المشاهدين دلوقتي في اي حته في جمهوريه مصر العربيه او في العالم العربي اللي بيشوفونا دلوقتي، نصايح بشكل عام للشتاء للامراض الجلديه؟ زي ما اتفقنا التدفئه جيده. استخدم ميه دافيه دايما، سواء غسيل ايديا او بقي او الحموم، بلاش ميه ساقعه. اقدر ارطب الجلد بحاجات بسيطه قوي زي الفازلين عشان امنع الجفاف اللي ممكن يحصل لي. نعم. نتيجه انخفاض درجه الحراره. ناخد بالنا من حاجات بسيطه قوي زي ما قلنا بالنسبه للامهات والاطفال. العنايه الاظافر لازم تتقص باستمرار. يعني الولاد بيلعبوا مع بعض. نعم. ممكن يخبش بعض. صحيح. ننقل الامراض لبعض او ننقل الامراض لنفسنا. الشعر لازم اطمن عليه باستمرار. عايزين يعني ناخد بالنا من حاجات صغيره ما بنعملهاش. تهويه المفروشات. نعم. يعني ما ينفعش في الشتاء يبقى اللحاف ملايس هم والبطانيه بقى لهم مثلا 3 4 اسابيع والاوضه. لازم اعرضهم للتهويه. ليه؟ لان دي مهمه جدا. تهويتها فقط ولا كمان تتعرض للشمس؟ وتتعرض للشمس. ده مهم. بقول للناس ان الشمس الشتاء الساعه 12 زي الصيف. ما ينفعش اقعد فيها، ممكن تعمل لي حروق الصيف. يعني في ناس بتفتكر ان الشمس الحارقه دي بتاعت الصيف بس. والشتاء لا، لا، لو انا قعدت في الشمس الساعه 12 في الشتاء قد اتعرض لحروق الجلد. نعم. ناخد بالنا. نعم. لان دي من الحاجات اللي بنشوفها اليومين دول، يقول لك الله ده غريبه قوي جالي حساسيه ضوئيه. ما هي في الشتاء. ايوه، لان دي الساعه 12 اشعه فوق بنفسجيه قصيره الموجه مؤذيه. نعم. صيف زي الشتاء، فناخد بالنا. نعم. بنقول للناس لما تيجي خارج الصبح بدري لازم تتدفى. اطفال البس جوانتي، السيدات البس جوانتي، انا وحتى لو راجل واخره الساعه 5 الصبح في البرد البس جوانتي، احط كوفيه حاجه على راسي، ولما اخش مكان دافي اقلع. تمام. ما افضلش قاعد بلح نفس الحاجات جوه طبعا عشان ما احرقش واجي اخرج في برد ثاني او مبرد. والاهم والاهم ان احنا نستحمى كل يوم. ونستحمى كل يوم. لان كثير من العائلات خايفين على اطفالها اكتر واكتر، فيقول لك لا بنستحمى، ما يستحماش غير مره في الاسبوع. وده غلط. دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث، نورتنا يا فندم وشكرا لحضرتك. العافيه. وقريبا باذن الله تعالى نلتقي على نفس الشاشه وفي نفس الميعاد من 9 وربع او 9 ونص. ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شرفتنا يا فندم. العافيه. حضراتكم دي كانت الفقره الاولى. الفقره الثانيه رساله ونداء لكل شباب مصر اللي نفسه يعمل حاجه في حياته وعنده حد من اصدقائه بيفهم في النجاره وعنده الامكانيه ان هو كان عنده فكره ان هو نفسه يعمل اثاث مثلا بشكل معين او بستايل معين بتصميم معين، عندكم امكانيه ان حضراتكم تروحوا دمياط محافظه الاثاث وتعملوا فيها مشاريع وتاخدوا ورشه فيها ترخيص، فيها كل الوسائل الميه والكهرباء وكل ما يمكن استخدامه. ده زائد في اثناء الافتتاح المنطقه الصناعيه الخاصه بمنطقه الاساس في مدينه الاساس في دمياط، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيفتتح كان عمال يتكلم مع اللي اوريدي موجودين هناك، وكان بيتكلم عن قد ايه حاولوا قد ما تقدروا ان كنتوا توفروا لهم التمويل عشان يجيبوا الالات الحديثه. مصر بتحاول توصل للعالميه في صناعه الاثاث. ضيفي اللي هينورني كمان شويه الاستاذ عبد الحليم العراقي نائب رئيس غرفه صناعه الاثاث باتحاد الصناعات، ونتكلم عن مدينه الاثاث في دمياط. فاصل وراجعين حالا.